اهلا بيكم من جديد. انا قلبي وقع 50 مرة، يعني كل مره فكرتني انا بقى في حرس الله لدرجه ان انا قلت اقف تحته لو وقع ولا حاجه، بس الكوره كانت سهله. يعني اعرفكم بنجمنا اللي موجود، هو احمد ياسين، ده واخد المركز الاول والميداليه الذهبيه في فنون السيرك بمهرجان ربيع الزهور الدولي الثقافي الرياضي، كان في كوريا الشماليه في ابريل اللي فات. كان في 500 فنان من 20 دولة. مصر كانت البلد العربيه الوحيده. مصر قدمت 3 فقرات: الحربه الصينيه، البلانسات الهوائيه، والمطبخ المصري. كمان زميلي ايهاب وصفي ومحمد بدر النوبي خد دبلومه تقديريه للمستوى الرائع اللي قدموه. وبدايه المهرجان ده كانت في 82، محدش تفوق على روسيا والصين غير الراجل اللي قاعد قدامي ده، احمد ياسين. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك كوتشي؟ انا قلبي وقع ده من زمان. من انت بقى؟ انا بدات سيرك وانا عندي حوالي 4 سنين ونص. لك صله، لك عيله؟ العيله كلها ابا عن جد. قول لي بقى يا باشا كده، تعرفوا عاكف بقى والناس والحلوين؟ طبعا قرايبي من ناحيه والدتي. طبعا. فرحت داخل على السيرك؟ بروح مع بابا كل يوم السيرك وانا صغير. سيرك القوم؟ السيرك القومي اللي في العجوزه ده. لسه شغال ولا خلاص؟ لا شغال. شغال. والناس بتروحوا كده؟ والله عليه اقبال كويس جدا. حلو. طيب بس فكنت بروح معاه كل يوم لحد ما هو، طبعا انا بتشقى جدا وعايز اقلد كل اللي بتفرج عليه. فعشان يخلص مني ان انا كل ما اشبطش فيه واروح معاه، لانه دايما كمان كان بيسافر. فعمل لي عجله كده وعجله واحده في البيت على اساس ان انا ده السيرك. عجله يعني واحده في البيت؟ عجله السيرك بتاعك في البيت؟ بعد اسبوع لاني راكبها. لا والله. فلا ان انا فعلا الموضوع يعني جد وفي موهبه. فدخلني بقى السيرك هو وكابتن ابراهيم الحلو الله يرحمه في الوقت ده. رماك في السيرك بقى؟ قال الموهبه كويسه بقى. ودخلت بقى السيرك ومن ساعتها وانا فيه. بدات ايه بقى؟ قول لي بقى. بدات اول حاجه فقره البسكليت دي الاساسيه، دي الوراثه دي اللي بنشوفها دي العاديه دي. جميع انواع العجل بقى اللي بترى واحده، وعندنا عجل كمان ندخل بيه ان شاء الله الموسوعه، عاملين عجل صغير جدا كده قد كف الايد. بتهزر؟ موجوده معاك دي؟ بس مش موجوده دلوقتي، كان موجود عندنا. موجوده في مصر عندنا، عاملين اكتر من واحده، عاملين واحده كده عندك في البيت واحده يعني؟ طبعا. يعني ممكن نجيب واحده هنا نشتغل بيها عادي. انا عارف انه قالوا لي لو السقف اعلى شويه كنت شغلت لفوق كمان يعني. كنت هطلع ادوار اكتر من كده. فين؟ ما عندنا راجل بتاع الاضاءه. بنجيب له سلالم وبنجيب له حاجات وشغلانات يعني. بتستمتع يا احمد؟ طبعا، هو ده اهم حاجه. يا سلام. اهم حاجه، لان هي هي صعبه وخطره وتدريباتها كلها محتاجه صبر ومحتاجه تحمل، واصاباتها كتير ولازم اتحمل بعد. طبعا اتصبت قبل كده؟ هي كتير. يعني وقعت مثلا؟ وقعت، عندي ضلع هنا مكسور من وقت. الكلام ده؟ لا فعلا حقيقي. هنا في مصر ولا بره؟ لا هنا في مصر. يعني كنت في عرض ولا كنت في تمرين؟ في عرض قدام جمهور. طب الواحد انا لما بدخل فيها جون يعني غلطتي بتكسف يعني، اقول انا مش هلعب تاني وابقى زعلان من نفسي، باخد شويه يعني. كان مشاعرك ايه وكان الجمهور عمل ايه معاك لما وقعت الوقعه دي؟ انا وقعت وحاولت اتحامل على نفسي ان انا ما احسسش الجمهور ان انا انصبت الاصابه دي. انا ما وقعتش على الارض الحمد لله، يعني ان انا كنت على الجهاز كده بس كان عالي. بس ما وقعتش على الارض، وقعت عليه هو. فحاولت ان انا اتدارك الموقف وان انا ما احسسش الجمهور بده، بس ما قدرتش، لان ما قدرتش اخد نفسي، فما قدرتش. فاعتذرت للجمهور، رفعت ايدي بس وما قدرتش اعمل حاجه غير ان دخلوا يشالوني. قعد يطمن عليا، وفي كتير خدوا تليفوناتي وقعدوا يطمنوا عليا بعد فتره كبيره جدا عليا. يعني احمد، النجوم اللي زيك بره بيستفيدوا منهم مثلا في لعبه الجمباز، ما فكرش تلعب جمباز ولا تلعب بالعاب من الالعاب الرياضيه دي؟ اكيد اكيد. انا هو انا عامه لعبه السيرك المفروض بتعتمد على الاكروبات اللي هي جمباز، يعني صحيح. في منها جمباز، احنا اوريدي بنتمرن على ده طبعا. احنا عندنا بتمرنوا ازاي يعني؟ والدك اللي بيمرنك ولا في ممرنين بيمرنوك ولا مدربين اجانب ولا ايه يعني؟ للاسف الشديد جدا احنا من فتره كبيره جدا، السبعينات تقريبا، ما بقاش في مدرسه للسيرك. كان الاول في مدرسه بيجي خبراء. في مدرسه للسيرك؟ طبعا. يعني ايه مدرسه للسيرك؟ يعني اول ما انشئ السيرك في سنة 62 كان بقرار جمهوري من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كان هو اللي قال ان كان اتفرج في روسيا، راح روسيا. اول ما وصل روسيا فقالوا له تعالى هنعزمك على افضل شيء عندنا اللي هو السيرك. خدوه السيرك. فقد ايه هم مهتمين بالفن ده، ويعني فخورين بان عندهم فن زي ده. مش موجود في اي حته. فهو ما شاف دوت فنزل مصر، قال انا عايز اعمل سيرك في مصر. فكلم الروس فجم هنا انشأوا سيرك، اداهم قصر عابدين، الحديقه بتاعت قصر عابدين. للسيرك 4 سنين اتمرنوا فيه فقط في حديقه قصر عابدين. حديقه قصر عابدين لمده 4 سنين. جاب خبراء من بره من روسيا. وراح لف بقى على الشركات الاهليه اللي كانت بتشتغل في المحافظات. كويس. بداوا ينتقوا منها العناصر المميزه الروس. وعملوا سيرك مصري افتتح سنه 66. وفضلت المدرسه شغاله، وبدا يحصل تبادل ثقافي، لعيبه من عندنا تطلع تتمرن في الصين. حلو. في روسيا، ويجي عندنا مدربين وفقرات وكده.
لحد تقريبا 81 بالكتير قوي، وبعد كده كل ده انتهى. اتلغت مدرسه السيرك واتلغى السفر للبعثه، كل الحاجات دي انتهت. ما عادوش، لا كله بقى بيعتمد على الاهالي بتجيب اولادها بيحاولوا يعلموهم. انتوا متوارثين اللعب بالظبط كده. مفيش حد بيجي من براكم؟ بيجي بس بيبقى مش سهل قوي يعني، اهله قليل، لان اهله بما هيجوا يشوفوا الاصابات اللي بتحصل، لانه معرض للخطوره في كل الوقت. فبيقلقوا يعني، مش كله بيبقى ده، ومش كله بيبقى حابب يعني. اللي بيبقى حابب قوي زي ما بقول حضرتك، ان لازم تكون بتحبها وتستمتع وانت بتعملها عشان تقدر تنجح فيها. طيب استعدادك للبطوله دي كانت عامله ازاي؟ يعني اكيد بيبقى عندك تمرين فتره اعداد، زي ما احنا كنا عندنا ماتشات كده بنعمل. طبعا. خاصه ان انا عشان كنت بلعب كوره يعني، ف كمان ده عشق الاول والله. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. تمام. ده الراي احمد ياسين ده 100 100 100 100 عشان تبقوا عارفين يعني. حلو. بتلعب كوره فين؟ لعبت في الاهلي، واللي وداني كابتن محمود الخطيب. الله الله. النادي النصر بقى ولا ايه؟ ولا لا لا لا, لا ولا ده موقف ولا إيه؟ موقف يعني ممكن احكيه. احكي طبعا. حاجه يعني بجد، الراجل ده حد يعني. طبعا خطيب، يا سلام. كان عندي حوالي 13 سنه. انا بدرس اساسا، كنت في الكونسرفاتوار معهد العالي للموسيقى. ايه يا عم في ايه؟ ما شاء الله، ده احنا مع كشكول. حلو. فكان ساكن جنبي جاري ممثل ماجد المصري. طبعا ماجد ده جميل قوي على فكره. فيوميا هو طالع ونازل، انا بلعب كوره على السلم وقاعد بهدل الدنيا بالكوره وبتاع. فقال لي طب ما تروح للنادي. قلت له انا نفسي اروح بس مش عارف اروح. فقال لي انا معايا نمره كابتن محمود الخطيب، خده كلمه. فاخدت الرقم، انا ما صدقتش كابتن محمود الخطيب. فكلمت الكابتن محمود، كان يوم خميس. اتصلت بيه، ردت المدام، فقالت لي هو مش موجود، ممكن كمان ساعه تكلمه. كلمته بعد ساعه رد عليا. فقلت له انا نفسي العب في الاهلي. قال لي انت اخبار الدراسه عندك ايه الاول؟ قلت له الحمد لله كويس. قال لي طب تجيني بكره النادي الساعه 12 الظهر. النادي الاهلي. النادي الاهلي. فخرجت فرحان جدا، كلمت كابتن الخطيب، فبقول لبابا ما صدقنيش. فقال لي لا. فروحت لماما انا عايز اروح النادي الاهلي، وكلمت والله كابتن محمود، وقال لي تعالى بكره. فقعدت تقنعته، قلت له احنا كده كده اجازه الجمعه، فتعالى نروح نقعد في النادي يعني مفيش مشكله. المهم وصلنا على الباب. لسه داخل على الامن على الباب، فبقول لهم كابتن محمود موجود؟ قاموا قايلين لي انت احمد؟ قلت لهم قال لي هو كابتن مستظرك. سايب لي خبر. سايب لي خبر. دخلت استنيت في الكافيتيريا جوه. جالي حد قال لي هو بس الكابتن راح يصلي الجمعه وهيجي لك، منتظره هنا ومستنيك. فطبعا بابا بقى ابتدى فعلا يصدقني في الموضوع. المهم بعد شويه لحد جالنا قال لنا الكابتن موجود في الدور اللي فوق، تراس فوق. تعالوا اتفضل. هو مستني منتظر. فطلعت انا وبابا، كان قاعد مع ناس كتير من مجلس الاداره، ناس كتير كده. قام من على الترابيزه وجاي لغايه عندي، واطي مسلم عليا وبيسني احمد، ومسلم على بابا. انت ما بتاكلش يا احمد ليه كده؟ جسمك قليل وبتاع. فقال لي احنا عندنا ماتش 20 سنه نتفرج عليه، ونخلص نروح للكابتن عمرو ابو المجد وعم جمعه. نعرف بس مين اللي ماسك فرقه 13. ونشوف الموضوع. تعالوا اتفرجوا معايا على الماتش وبعد كده ننزل. رحنا اتفرجنا على الماتش في الملعب. وبعد كده نزلنا على جوه، دخلنا فعلا جوه، كان كابتن حسام البدري. كتب ورقه لكابتن حسام ان انا اقدم، وقال لي بص انا لحد هنا دي مرمتي انت. انت وسطك الملعب، انا مش واسطه، انا بس بوصل لك لده، وانا هطمن عليك واشوفك عملت ايه. قعدت قد ايه في النادي الاهلي؟ قعدت حوالي 4 شهور أو 3 شهور بتمرن، ولكن كان في الوقت ده الكوره مش زي دلوقتي، ما كانش احتراف. فبابا يعني ايه، احنا عندنا شغل في السيرك ودايما بنسافر، فبقى شغل السيرك فالكوره مش هتجيب معاك اكل العيش اهم. فللاسف مشيت وما كملتش. بعد كده رحت الزمالك، قعدت مع كابتن غانم سلطان حوالي 3 شهور 4 شهور برده، وكانت برده مشكله السيرك والسفر. انت كام سنه يا احمد دلوقتي؟ 36. ما يبانش عليك ما شاء الله عليك. الرياضه بقى، لعيب السيرك ليه سن معين؟ لا خالص يعني. ممكن تفضل تلعب الالعاب الخطره دي لحد سن كام؟ لحد طول ما انا بتمرن ومحافظ على نفسي العب، مفيش مشكله خالص. مفيش قلق بالنسبه. لا 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 خالص. احمد ليه ما بترتديش وسائل تامين؟ انا عرفت انت في البطوله هناك، مع انه من حقك طبعا اللوائح ان انت ممكن ترتدي وسائل تامين، والارتفاع 7 متر ده كانت مش الفتره دي يعني. مش كانتش على الارض، كنت بعملها على 7 متر. هم قانون هناك لازم اكتر من 4 متر البس حزام امان، وهم شرطوا عليا كده هناك اداره المهرجان. انا رفضت، قلت لهم لا انا عايز اشتغل كده عشان ازود من الخطوره، وانا بتحدى روسيا والصين. وما واحنا حتى يعني، هو المدير السيركي بيقول لي خطر، طب اعمل لك اي حاجه. قلت له ما تقلقش، المصريين قلبها جامد، ما يخافوش من حاجه. وما رضيتش البس خالص. عندنا احمد هو بيلعب بالبتوع كمان، مش كده؟ ده محمد اخويا. ده اخوك محمد. احنا العيله كلها في السيركي والله كله. يعني احنا كنا نفتكر السيرك بعاكف وبالحلو. هم يعتبروا من الرواد الاساسيين. هو اساس السيرك في مصر عامه، اول سيرك مصري كمصري كان اسمه توفيق ابن مريم. اللي هو يبقى خال نعيم عاكف. هو ده الاساس. وبعد كده الحلو بقى وعاكف خدوا الموضوع وبعد كده طوروا. الدرع الحلو اللي على الشاشه اللي احنا شايفينه ده، احكوا لي بقى ايه ده؟ ايه قصته؟ ده اللي كنت بتمناه طول عمري يعني. طول عمرك؟ يعني انت عينك طول. احنا مثلا على كاس العالم، انت عينك على ده. هو ده 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 بالنسبه لكم اعلى حاجه؟ هو بالنسبه للسيرك يعني، مش تحديدا في السيرك، انا طول عمري عندي هدف ان انا نفسي اعمل حاجه لبلدي. نفسي اعمل حاجه لمصر. بس يعني نفسي كنت العب كوره عشان امثل مصر في حاجه. صحيح. وابقى بعمل ده. نفسي مثلا لو مصر في مشكله مثلا حربيه او كده اخش الجيش يعني، عايز اعمل حاجه لبلدي.
فأنا بحب مجالي وبحب الشغل بتاعي. سبت الموسيقى وسبت الرياضة الكورة عشان أكمل في السيرك. فعايز أعمل حاجة فيه، يعني عايز أعمل حاجة أمثل بلدي فيها وأشرفها بيه. فكان هدفي إن أنا أشارك في أي مهرجان عالمي، ويعني يبقى هدفي الأساسي الجائزة الأولى، أنافس بقوة عليها. فكان ده هدفي بقى، ان انا اول مره تشارك في البطوله دي. اول مره شاركت. انت كنت بتعمل ايه في الكونسرفاتوار؟ كنت بتغني؟ بغني وبلعب بيانو وبلعب عود. طب عايزينك تغني. عايزين تغني. تغني لمين؟ اي حد قديم شغال. قول يا باشا قديم جديد زي ما انت عايز. يلا الناس تستحملني بس عشان زوري بايظ. لا 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 ده جميل. قول. احاول يعني. يمكن تطلع مننا بعد ولا حاجه. امشي. لا بسم الله نقول لا. تضحك لك الأيام، تهجر وتنساني، تغدر بك الأيام، ترجع لي من تاني من تاني، بتغيرك أيام، بتبدلك أيام. وبتجيني تلاقيني مع الماضي، مع الذكرى، مع الأحلام، عشان قلبي أنا هوفى من الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام. الله عليك يا ابو حميد، والله انت جميل. عارف اجمل حاجه فيك جرأتك كمان، انك اي حاجه بتحبها بتعملها. وبتغني لهم في السيرك؟ طبعا والله. بتعملوا حفلات وبتفرحوا ببعض كده و... احنا اسره واحده. انتوا اسره واحده، وده ما بيميز السيرك. احمد بعد البطوله دي عايز ايه؟ يعني بتتمرن ازاي؟ مين اللي بيرعاك؟ انتوا تبع وزاره الثقافه مش كده؟ مالكوش دعوه بالرياضه قوي يعني. لا لا. مين بيرعاك؟ وطموحاتك اللي جايه ايه؟ طموحاتي ان اشوف السيرك يرجع لعصره الذهبي كما بدا. احنا عندنا مشاكل كبيره جدا جدا. هي اللي يعني احنا دلوقتي كل حاجتنا دي مجهودات ذاتيه. سواء مجهودات ذاتيه، تدريب، الدوله شالت ايديها عنكم خلاص. مش عايز اقول الدوله. يعني مش عايز اقول الدوله هي السبب، يعني عايز اقول ممكن المسؤولين هم السبب. مسؤولين في الدوله، لكن الدوله ما لهاش ذنب في اللي بيحصل يعني. مسؤولين للاسف. احنا كنا لما كنا سيرك كهيئه مستقله بذاته. انتوا هيئه؟ كنا هيئه مستقله. اول ما انشئ كانت هيئه مستقله مع جمال عبد الناصر. كانت ليها طبيعه عمل. حلو، حظكم حلو. المشير السيسي هيمسك اهو، واكيد بيتكتب له تقرير على اللي بيسمعه ده وبيشوفوه ده. احنا بنتمنى ان السيرك يرجع تاني كهيئه مستقله. احنا مش طالبين حاجات يعني ماديه قوي قد ما احنا محتاجين حاجات يعني زي بنيه تحتيه. قول لي ايه المطلوب بالظبط كده؟ احنا اولا احنا بنتعامل في الدوله كموظفين في الحكومه، وده ما ينطبقش علينا. احنا عمله نادره، احنا فننا صحيح. فن نادر. صحيح. مش موجود منه. وعددنا كله على مستوى كام دلوقتي؟ عدد ما كملناش 300. اقول عن اخر على مستوى جمهوريه مصر العربيه ومستوى الوسط الشرق الاوسط كنا وصلنا كام؟ هو ده اقصى ده احنا كده. لا زمان كنا وصلنا، كان عدد لا لا كان اقل من كده بقى. كان اقل ما كانش اكتر من طب كده. طب كويس. العدد يعني مش كبير. زدنا ما قلناش. او تقريبا نفس المستوى. تمام. نعم. فكنا ده ما ينفعش نتعامل كموظفين في الدوله. احنا لازم يكون لينا يعني حاجه معينه، كادر خاص، يكون لينا نظام خاص لينا. احنا اصلا كمان مش مدركين في قانون العمل في الدوله كسيرك قومي. مش مدرك جميع انواع الفنون الا السيرك للاسف، يعني ما اعرفش ليه. دي حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه ان احنا ما كنا هيئه مستقله، فالهيئه باداره من عند من السيرك جوه هو ادرى بظروف السيرك عنده وعي بالحاجات اللي جوه، الاحتياجات اللي احنا محتاجينها ايه. فنقدر من جوه ننشئ مدرسه، نقدر نعمل كل صحيح. حاجه وبعدين احنا اساسا استثمريين، يعني احنا ممكن نستثمر بشكل كويس. احنا بنحقق ايرادات كويسه. نستثمر فيكم. تمام. طبعا موقعنا هايل، احنا على الكورنيش النيل. صحيح. ممكن نستثمر المكان بشكل كويس يعم علينا.
يعني مشاريع بالنسبه لنا كتيره، ولكن هنجي لكم وهنسجل معاكم حلقه كامله باذن الله. أتمنى. نورتنا ابو حميد ومبروك بالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله. عايز اقول لكم بكره ان شاء الله يكون في لقاء خاص زميل ماجد غراب اجراه مع الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، قال في كثير من الاسرار لكنه اكد انه تلقى اتصالا هاتفيا سواء من الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك او المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، يبدو انه الازمه في طريقها للحل. غدا ننتظر اللقاء هام جدا للوزير المهندس خالد عبد العزيز مع الزميل ماجد غراب هنا في الملعب، وغدا ان شاء الله عندنا حلقه مهمه جدا دائما وابدا ننتظره.